عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم بتسجيل طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم الجديد. الآن نوفيكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022 ونبدأ. يعني سعر لشراء الدولار اليوم في مصر يصل على أعلى أسعار شراء الدولار في مصر اليوم 18.94 من 100 جنيه ببنكي أبو ظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، وسعر البيع البنكي 18.97. ثاني أعلى الأسعار لشراء الدولار بلغ ثاني أعلى أسعار شراء الدولار في مصر اليوم 18.91 جنيه في بنوك الأهلي المتحد والمشرق والبنك العقاري المصري والتجاري الدولي، وسجل سعر البيع 18.97 جنيه. أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 18.90 من 100 جنيه شراء، 18.97 من 100 جنيه للبيع. أما سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي استقر سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 18.89 من 100 جنيه شراء، 18.95 من 100 جنيه للبيع. وبهذا سوى سعر الدولار في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 18.89 من 100 جنيه شراء، 18.97 من 100 جنيه البيع. وبالنسبة لسعر الدولار في بنك قطر الوطني UNB بلغ أسعار الدولار في البنك 18.89 من 100 جنيه شراء، 18.96 من 100 جنيه البيع. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.